قبل ما تشوف الفيديو كنتمنى تشترك في القناة وتفعل الزر ديال الجرس، ما تنساش تشجعنا بلايك. شكرا لكم. السلام عليكم، عواشر مباركة، رمضان مبارك سعيد الإخوان ديالنا. احنا في الثلث الأخير ديال رمضان المبارك، والله يدوزوا علينا وعليكم بالخير وعلى جميع الأمة الإسلامية بالرزق والخير والمحبة. ويا رب يا رب يا رب، اللي ما عندوش تعطيه، واللي مريض الله يتشافيه، واللي بعيد يا رب يتقربوا لوالديه. هذه دعوة الإخوان ديالنا كاملين، تحياتي لكم. إن شاء الله احنا في الحلقة اليوم الثانية من هذه الحلقات ديال الأسئلة. اليوم غادي نشوفوا السؤال هذا اللي غادي نطرحوه اليوم وغادي نجاوبوا عليه بإذن الله. وكيف ما العادة احنا راه باقيين معكم إن شاء الله في هذه الحلقات، وغادي ننوعوا مرة البحر، مرة حلقات، مرة مونتاجات، باش ما يكونش الملال وتكون القناة إن شاء الله من أحسن القنوات. أنا كنوعدكم، تحياتي، وغنشرعوا دابا إن شاء الله في السؤال. على بركة الله الرئيس عبد الإله، عدنا لكم من جديد. تحية لخوتي الرياس، دائما من الحدادة للحدادة مع الرئيس عبد الإله. نذكركم الإخوان بالنسبة للرقم ديال الهاتف ديال الرئيس عبد الإله، غنخليه في آخر الحلقة ان شاء الله في اخر الفيديو. نبداو على بركة الله الرئيس عبد الإله. على بركة الله، عندنا السؤال من عند الرئيس سليم سبادو، هذا الاخ هذا من الجزائر. سليم سبادو تيقول: السلام عليكم الاخ عبد الإله، انا من مدينه عنابه، حبيت نعرف الوقت من السنه اللي يدخل فيها الكوربين، اتمنى تجاوبني وشكرا. السلام عليكم، تحياتي لك خويا سليم، وتحيه للاخوان ديالنا الرياس، اصحاب سيف كاستينغ الرياس اللي كيصيدوا في صيد القصابه، والاخوان ديالنا اللي هما متواجدين او اللي كيصيدوا في البحر كاملين بصفه عامه، الاخوان ديالنا الجزائريين. تحيه كبيره 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 لكم، وتحيه لكل الاصدقاء ديالنا عامه، وشكرا على الدعم ديالكم. راني كنقرا لي كومونتير ديالكم كاملين، وشكرا على الدعم ديالكم، تحيه كبيره لكم. بالنسبه خويا سليم، الكوربين والاوقات ديالها فوقاش كتدخل، كاين اختلاف خويا سليم بالنسبه للميديتيراني وبالنسبه للمحيط الاطلسي، وكاين اختلاف خويا سليم بالنسبه للمناطق. انا نعطيك على سبيل المثال، مثلا انا كنعيش هنا في المغرب، نهضر لك على مهدية، اي مدينة القنيطرة، ونقول لك الاوقات اللي كتكون فيهم الكوربين. حيت الكوربين نوعان، كاين الكوربين كتكون موسمية، هي اللي كتجي بواحد المجموعات يعني بواحد التروب، وكتدخل كتكون في الاوقات ديال، كتبدا تدخل من اوقات تقريبا ديال شهر 5 6، وكتبقى متواجدة 5 6 7 8 9 حتى الاواخر ديال 9 كتبقى صغيرة. وكاين كوربين اللي هي مستوطنة على طول العام، منين كتلقى شي مصيد مرتاح في الفندق، في الصخر، في الماكلة، راه كتبقى كتستوطن. حنا تنقول لها الكوربين ديال البلاد، يعني هذيك كتبقى معنا العام كامل، يعني تشدك في شهر واحد، في شهر جوج، في شهر ثلاثة، في شهر ربعة، ما عندكش مشكل، يعني وقت ما مشيتي تصيد تقدر تخرج معاها. هنا اللي بغيت نفسر لك ما بين كوربين وكوربين. حنا غادي ننقزو من هنا من مدينة القنيطرة، وغنمشيو للجنوب ديال المغرب، غنلقاو تقريبا عاوتاني الكوربين كتقدر تبدا تواجد عندهم هما في شهر واحد وفي شهر جوج وفي شهر خمسة، حتى هما في حالنا تقدر تواجد عندهم في شهر عشرة بكثرة، تقدر تواجد عندهم في شهر ثلاثة بكثرة، يعني كتختلف ما بين منطقة ومنطقة. هنا في القنيطرة غنهضر لك على المكان اللي كنصيد فيه أنا، اما الاماكن الاخرى فلا علمتي لا علم لي بها، على حسب داكشي اللي كنشوف، يعني حتى هي اوقات منزلات، ولكن انا غنهضر على المنطقه اللي كنصيد فيها والمنطقه اللي كنعيش فيها، غادي نشرح لك. حنا كما قلت لك اخويا سليم، بالنسبه للكوربين كتعيش عندنا هنا مدينه القنيطره، كاينه بنت البلاد اللي هي بصفه دائمه متواجده، كنسى نقول لها بنت البلاد بهذا المفهوم هذا، او بهذا المفروض بهذه المفرده ديال البحريه، يعني حنا تنقولوا كاينه بنت البلاد، يعني كوربينه كتعيش بصفه دائمه في هذه المنطقه، كتواجد هنا في مهديه في جميع الاوقات،
يعني في الشتاء في الصيف في الخريف في الربيع. وكاينه الكوربينه كما شرحت لك قبيله اللي كتجي مهاجره مهاجره وكتجي تروبو، يعني عباره عن واحد القطيع او واحد تروبو كبير، واحد المجموعه ديال 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 الكوربين كتدخل هنا وكتفرق كمجموعات. وكلنا كنعرفوا الكوربينه كل ما بدات كتكبر بزاف وكل ما المجموعه ديالها كتقل، يعني ما كتبقاش تمشي مجموعات بحال الكوربينه ملي كتكون صغيره. شي الكوربينه عندك من 12 كيلو 14 15 17 لتحت كتمشي بواحد المجموعه كبيره بزاف. وعاوتاني الكوربينه الصغيره او الدبدوبه اللي كان كما كنقولوا لها ديال 2 كيلو ديال 3 كيلو 4 كيلو كتمشي بواحد المجموعه اكبر من المجموعه ديال الاولى اللي قلت لكم. وكل ما كطلع في الوزن ديالها الا المجموعات ديالها تبداو كتبدا شويه تقلص، كتلقى واحد المجموعه ديال 4 5 كبار شايخين فيهم 50 كيلو 60 كيلو، تقدر تلقى 4 الحبات 3 الحبات 2 حبات، يعني كتولي كتنعزل. يعني ملي كتكبر بزاف وكتغلط كتولي كتنعزل، ما كتبقاش مع التروب ومع المجموعه. المهم كلامي يكون واضح خويا سليم. وبالنسبه كيف ما قلت لك اخويا سليم في شهر 5 كتبقى تدخل، ومن شهر 5 ولا 6 يعني هادو هما الاوقات كتبقى تدخل الكوربينه كتبقى تبان، يعني كتبان بشكل دائم. يعني مره كتبقى تسمع الصياده اليوم قطعت له وحده، غدا قطعوا له جوج، واحد قطعوا له ليه ثلاثه. ملي كتدخل البرانيه حنا كنعرفوها راه ماشي بحال بنت البلاد، البرانيه حتى في لاكولور ديالها باين كتكون صافيه بزاف، ماشي بحال بنت البلاد. بنت البلاد هنا كتكون مكيفه هنا مع الحجر ومع ساكنه هنا، يعني كتاخذ واحد اللون شويه ديفيرون على 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 على, على الكوربينه اللي كتكون يلاه داخله يعني غير موسميه. وحتى في طريقه الاصطياد الموسميه كتكون ساهله على الكوربينه اللي كتكون عايشه في البلاد. الموسميه غير كتشدها كتخرج على برا كتبقى غير كدور تما مسكينه حتى كتموت ما عارفاش فين تمشي. اما الكوربينه بنت البلاد لا كتشدك كدور الاماكن فين غتقطع، يعني حافظه منطقه بمنطقه، حافظه حجره بحجره، فين تدوز فين تقطع لك الخيط. يعني كنلقاو معها صعوبات بزاف الكوربينه اللي كتكون عايشه هنا في البلاد، على غرار الكوربينه اللي كتكون موسميه. شي خويا سليم ها انت راه كما شرحت لك على حسب المنطقه اللي كنعيش فيها انا. انا ما نقدرش نقول لك نحكم على الكوربينه في العالم، يعني فوقاش كتدخل، يعني كل منطقه عندها وقت معين كتدخل فيه الكوربينه. انا حاولت نشرح لك على المنطقه اللي كنعيش فيها انا. وتحياتي لك خويا سليم وتحيه لجميع الاخوان، وكنتمنى بالله تم الاستفاده احنا كرياس بعضياتنا، وتحيه للمبتدئين ديالنا. وبالنسبه للرقم الهاتف كيف ما العاده 06 17 54 75 34 06 17 54 75 34. كل الاحترام والتقدير لكم، تحياتي وشكرا على الدعم ديالكم، شكرا بزاف.